السلام عليكم متابعي ومشاهدي الكرام في قناتي على اليوتيوب. موضوع تعليم على الفيزا، لانه كيتصرا بزاف مغالطات للناس في الجزائر حول الفيزا. حكيت مع واحد البارح قال لي حشري فيزا تاع بريطانيا ب 100 مليون، وانا صراحه تفاجات لانه بريطانيا تاع فيزا تاع بريطانيا باش تشريها ب 100 مليون ولا ميهمش برك البريميوم باش تشريها ما تقدرش تشريها. فهمت السيد باللي الدوسي تاع الفيزا يروح ليفربول، يعني انت اصلا السيد هذا اللي حيجيب لك فيزا ما يقدرش يجيبها لك سواء معرفه ولا برشو، لانه الملف يروح ليفربول وفي المكتب تاع الهجره ويديروا له ليكسبير، يدير له تحليل الملف تاعك ويديسيدي اسكو الملف يلقى تطلب يلقى يعني الشروط تاع الهجره ولا لا. هذه بزاف يتصرف في اسبانيا ولا في فرنسا يقول لك نجيب لك فيزا. الحل الناس يجيب الفيزا، كاين حل واحد يجيب صح فيزا معرفه ولا عندهم رشوه ما يتحقني الدوسي ني والو، تعطي له الباسبور ديالك فهذاك النهار يجيبها لك تخلصو، ولا يقول لك اصبر عليا 3 ايام توجد له دراهم يجيب لك باسبور يعلق عليك في باسبور ما تروح لتما ني رونديفو لهم يحزنون. هكذا الناس اللي تجيب صح الفيزات. انا حكيت الدوسي ولاد الحرام، ولاد الحرام كيفاش يديروا ولاد الحرام؟ يخدم لك الدوسي مليح ويقول لك بلي حنجيب لك فيزا، يخدم لك دوسي مدرح ولا يقول لك بلي نجيب لك فيزا، ويا ما يجيب لك فيزا ني والو. بالدوسي هذاك اللي حيدفعه لك يخدم لك الدوسي مع كاش شركه، مع كاش واحد خدام في شركه يعرفه ولا يخدم لك كاش دوسي مدرح من الشباب كاليفي مليح مع سي نورمال، ويكون عنده دي كونتاكت مع ناس تما في احد الشركات، ولا يخدم لك الدوسي بلاك خدام في شركه تخلص مليح، المهم يخدم لك الدوسي في الشباب. يقول لك بلي صح عندي معارف الداخل، وما عنده ني معارف الداخل ني والو، بناء على تجربه وتجارب واشخاص اللي يعرفوا صح. اسمع يا خوتي، هذوك ال 100 مليون ولا هذوك ال 140 مليون يا خويا ماشي حل انك تمدلو باش تقول لك يقول لك عندي معرفه الداخل. ما كاش اللي عنده معرفه الداخل، اللي عنده معرفه الداخل هو اللي ما درش كاع ملف، ما درش مسحش كاع الدوسي. سما كيفاش يديروا؟ يخدم لك دوسي مليح، يقول لك زعما على اساس عنده دي كونتاكت لداخل، هو ما عنده ني دي كونتاكت لداخل ني والو، هو على الدوسي هذاك. الا جاب لك بور لا بروميير فوا سي بون، يدي لك هذيك 100 مليون ولا 150 مليون بور هكذاك برك، هو تعب الدوسي، هو تعب الدوسي. ان شاء الله يبارك. المهم هذه كيفاش يديروا؟ ولا ما جابلكش بور لا بروميير فوا يقول لك نعاودو سيد ما كانش وسيد كونجي صرا تاع فسال داخل، ومام بور لا تروازيام فوا يلقى لك الاسباب حتى وين ما تصدقلكش وكابابل يدي لك دراهمك. سما لا هذا رد، ماشي رد ولا، وانما للناس اللي راهم يحشوها لهم يقولوا نجيب لك فيزا بالدوسي. لا خويا، يقولوا نبيع لك الدوسي. كاين ناس يقول لك نبيع لك الدوسي مليح 8 ملايين 10 ملايين يقدر يجيب لك بها فيزا، بصح ما يقولكش نجيب لك فيزا على اساس عنده دي كونتاكت لداخل، ويا ما كاش منها تاع اسبانيا اللي كتدير 140 مليون ما تكزيستيش كاع، يجيب لك تاع الانجليز 100 مليون ولا ما يقدرش لانه الملف يرحل ليفربول. ما فهمتش. سمع خاوتي، ما تبعوش ولاد الحرام. راح نمد لكم تاريخه مثاليه وطريقه مليحه بزاف، وما تصرف بزاف دراهم باش دير دوسي مليح وتقدر تدفع به. وشنو ماشي في هذا الفيديو، لانني راني حاليا خرجت من الخدمه فقط، راني راح للمنزل ويدي عيات. سما راح ندير الفيديو شباب ونفهمكم ونوضح لكم كيفاش تقدر دير ملف وتكون ملفك الخاص بدون ما تشريه كاع، بدون ما تتعب افضل، يعني بلا ما تشري زعما يقول لك تشري دوسي ب 10 ملايين، ولا زعما يقول لك بلي شري نجيب لك انا فيزا. بالك وخاوتي يحشوها لكم بحكايه تاع الدوسي، هذه حكايه الدوسي. يقدر يبيع لك الدوسي وي دوسي ملاح، بصح باش يجيب لك فيزا يقول لك عندي دي كونتاكت للداخل ما كاش منها. هذا ما كان، هذا الفيديو صغير برك باش ما يحشوها لكمش ولاد الحرام. وشكرا على المتابعه، وان شاء الله نلتقيو في فرصه اخرى ان شاء الله.